المهرجان بيهدف لدعم وإسناد الاقتصاد المحلي من خلال إتاحة الفرص لهي الشركات بأنها تظهر منتجاتها وبأنها تظهر الإمكانيات اللي هي تحملها وتمتلكها، وهي فرصة لأنهم هم كمان يظهروا للجمهور كمان هاي المنتجات بشكلها الأنيق وبشكلها اللطيف، ومتيح الفرصة لهم كمان بأنهم يظهروا الماركات اللي هم بيشتغلوا عليها. نحن في البنك الإسلامي الفلسطيني باستمرار نرعى مثل هذه المهرجانات أو المعارض اللي بتضم شركات كبيرة، إيمانا منا بأهمية هذه المعارض في دعم الاقتصاد الفلسطيني. أيضا من خلال هذا المهرجان إحنا بنقدم جميع لنا زاوية، بنقدم من خلالها جميع الخدمات اللي بيقدمها البنك الإسلامي الفلسطيني، وبنعرض هذه الخدمات لجمهور المتعاملين. طبعا وآخر هذه الخدمات خدمة اللي هو بطاقة المرابحة. هاي المشاركة الخامسة إلي في النادي، بعمل صلصال خاص بالأطفال بيكون آمن وصحي لإلهم. طبعا أنا إلي نقطة بيع في مولات على أساس إني أزود المبيعات فيها وأزود إنه التسويق أكثر لإلها. في أشياء كتير هان بأحجام متنوعة، طبعا هاي المنتجات كلها سلايم بس بأحجام وأنواع مختلفة، بتبدأ من 3 فما فوق. أول مرة أشارك في معرض تشامبيونز وحياتي كلها، أنا خريجة التحاليل الطبية بس برسم، فرسماتي هنا وبعمل الأشكال اللي بحبها حسب شغلي بالرسمة، لو ديجيتال على الشخص الواحد ولو أشياء اللابتوب والهيك كل واحد بسعره وتعبه برضه.